كلنا رسل. هلا نستعمل كلمة رسل أو رسول، فمفترض يعني لما نحكي عن رسالة يعني لازم يكون في حدا كتبها حتى تسمى رسالة. يعني هذا اللي انكتب ما بقى عند صاحبه، بده يروح على مطرح. حتى يروح على مطرح يعني في حدا بيستقبلها. بس هيدي الرسالة اللي واحد كتبها واللي حدا بيستقاها ما بتكتمل القصة إلا إذا كان في رسول. يعني وجود الشخص اللي بيوصل الرسالة هو اللي بيخلي يصير في رسالة. يعني بمعنى ما هون انتبهوا لي كثير منيح، بمعنى حتى ما تفهموني غلط لأنه قصدي بالله دين ربنا. بمعنى ما الرسول إذا ما كان موجود أو إذا ما عمل مهمته الرسالة ما بتوصل. إذا ما بتوصل اللي ما وصلت له بيقول مش موجودة. وكل اللي كتبه كاتب الرسالة ما وصل، راح الدعام كأنه ما كتبها أصلا اللي كاتب. إذا الرسول إما هو بيموت القصة إما بيخلقها من جديد. وبالتالي عمليا يلي كتب الرسالة هو اللي خلقها، بس كمان عمليا يلي وصلها هو كمان اللي خلقها، خلقها عند اللي وصلت له. كأنه الرسول وقت بوصل لك أنا الرسالة أنت قبلتيها مني. يعني الكاتب ما بالضرورة يكون موجود في أنت وفي أنا اللي حامل الرسالة وفي الرسالة. يعني ما بيعود موجود اللي كتبها ولا في لزوم يكون موجود حتى يوصل لك الرسالة، لأنه هو موجود برسالته كده. شوفوا شو أهمية الرسول اللي بده يوصلها. بيقدر يموت صاحبها، بيقدر يحيي صاحبها فيه يلي وصلت له. شو هي مسؤولية كبيرة. إذا كان كتابنا المقدس هو الرسالة البشرى والله اللي كتبها بيسوع المسيح واللي وصلنا إياها هو بولس أو بطرس أو أي شخص، بس وصلت لعنا يعني كأنه اللي وصلها هو اللي كتبها. هلأ يصير في تمازج تماهي بين الموصل الرسالة والكاتب الرسالة. بس نحن مش بولس وصلنا إياها، نحن اللي وصلنا إياها هو حدا خبرنا الإنجيل ونحن قبلنا الإنجيل، بيكون هو رسولي. إذا بدنا نعمل سلالة للرسل بيكون يسوع الناصر هو الرسول الأول والوحيد، هذا حسب إنجيل يوحنا طبعا، هو الرسول الأول والوحيد بالنسبة للتلاميذ. يعني أنت الرسول. هلا بالنسبة للتلاميذ هو الرسول، مش هن الرسل، هن تلقوا الرسالة. بس من عند بطرس لأهل أنطاكيا مثلا أو بولس عند كورنثوس، بصير بالنسبة لأهل كورنثوس بولس هو الرسول واللي بعته يسوع. إذا أهل كورنثوس ابنه كان واحد شي 50 واحد الرسالة وراحوا حكيوا بأثنا الإنجيل في حدا قبلهم، بصيروا أهل كورنثوس هم الرسل. وهكذا لولائك تنتقل الرسالة من شخص إلى شخص حتى توصل لإلك لإليك. هلأ أنتوا استقيتوا الرسالة يلي وصلكم إياها هو رسولكم. خلصت القصة هون. بس
تصنقل الرسالة بتبلش بالصدقكم انتم. بتبلش بالصدقكم لأنه بتوقعوا بورطة كبيرة. إذا ما وصلتوا الرسالة مثل اللي حكيت أول جملة، تكونوا انتم أحيتوها، أبدتوها، موتوها وموتوا صحابك. إذا وصلتوا الرسالة بتكونوا خلقتوها بجديد. شوفوا المسؤولية. مشان هيك نحن دورنا مش إنه تعلمنا كلمة الله ومنصلي ومنبسط، خلصت هون. بس في إلنا دور، وهالرسالة لازم توصل إلى كل جسد على وجه الأرض الآن وفي كل آن. بس نحن بهمنا الآن وهنا. شو بهمنا كثير نضيع وقتنا؟ طيب بعد 500 سنة كيف الإنجيل بيوصل؟ ما بتكون دخلت بالتراب وصلت فوق الجو. إذا من هون السؤال اللي انطرح اليوم، كلنا رسل بأي معنى؟ بمعنى مقطوعة في القصة بهون بهالنشاط، مقطوعة في القصة عند جمعية جماعة اذكرني في ملاك. تبدأ القصة بجماعة اذكرني في ملاك. إذا ما عندنا القناعة والإيمان، الإيمان لدرجة الإيمان اليهودي مش إنه إيمان كلمة يعني، إذا ما عندنا القناعة والإيمان على مستوى الإيمان بيسوع المسيح إنه القصة بتبلش منكم، كل واحد يروح على بيته، كل واحد يروح على بيته. إذا ما عندنا هالإحساس الواعي إنه رسالة إذا ما وصلناها بتموت، يعني الله بيموت. لا يا أبونا بس الله ما بيموت، الله بلاش تحكوا فلسفة. الله بيموت بالمطرح اللي كان لازم توصلها وما وصلتها، يعني مات هنيك. مش صدفة، مش صدفة ابن الله تجسد. ولأن قصة عقائدية انه ابن الله اللي فوق نزل لتحت ورجع طلع لفوق مثل اليويو، مش صدفة ابن الله يصير انسان. هيدا بفكر الله الازلي لنوصل له. انا مآمن المسيح صار إنسانا كرمال يوم سبت 17 الشهر الساعة 3:30 إلى 5، وإلا ما بيجي لهون وما بحكي لكم هالحكي. أنا عندي هالإيمان، لازم يكون عندكم هالإيمان إنه المسيح تجسد كرمال بس تطلعوا على عياكم تلتقوا مع حدا هنيك تكتشفوا ليش المسيح ابن الله اللي قاعد على العرش السماوي ما كان ناقصه شيء، تخلى عن كل شيء حتى يجي يصير مثلك. من صدفة حتى اللي قدامك بيشبهه، توقف وقفة السجود له كما تقف أمام يسوع بالسجود. هذه هي الرسالة بتوصل. إذا نحن مانا جمعية، مش صدفة كمان قال الجماعة مش جمعية، لما قرروا الجماعة هو جماعة. مانا فرقة، نحن حاملين رسالة. بتضيع الرسالة إذا نحن دخلنا في السهو، بتضيع الرسالة إذا فتنا باللهو بأمور الدنيا وبأمور البشر، وأهم الغير الحسد، ليش فيه مش أنا، ليش هو مش أنا، بتضيع الرسالة. لأن الرسالة إذا وصلت مشوعة أو ما وصلت هي ذاتها يعني ما وصلت. نحن أمام
مسؤولية كبيرة. وجه أساسي من وجوه الله هي أن قدر الله يكشف أسرار قلوبنا جوا عن طريق غريبة جدا. يعني الله كيف بده يكتشف شو في بقلبي؟ شايف إذا قال له صلي بيصلي يا أبو المبراهيم، ما قدرنا نكتشفه. شايف إذا قال له صوم بصوم. شايف إذا قال له قري الإنجيل بتعرف الإنجيل؟ بيقول له إيه يا الله بعرف الإنجيل. بده يكتشف خفايا القلوب والكلى تبع أبو المبراهيم. شو عمل الله؟ حط له إنسان قدامه فضحه، لأنه كيف تتصرف مع الإنسان ببين شو في جوا. طريقة غريبة عجيبة عمل الله. الإنسان اللي مثلي هيدا اللي بوجهني، هيدا الإنسان، كل إنسان يلي ما ممكن اتعامل معه كأنه مفعول به، هو فاعل، لأنه أنا ما بريد يكون مفعول به، بدي يكون فاعل، فهو مثلي. إذا أنت تواجه شخص مثلك في الواقع، هذا الشخص هو يلي بسببه وبسبب وجوده تنكشف كل حالات شعورك الإنسانية. يعني تنكشف الدوزاج تبع الحب والدوزاج تبع الكره والدوزاج تبع الحقد، كل الشعور بيتكشف بوجود واحد تاني. هلا اذا انت وحدك بجزيره وبتقولي انا انسان محبي، ما في برهان. البرهان بوجود شخص يكتشف ما هو في كمائن القلب. إذا نشكر الله على تجسد المسيح لأنه فرجانا أن هناك إنسان آخر حتى نقدر نتعاطى معه. أنا الموجود أتعاطى مع الأنا الموجود الآخر لدرجة في شيء أهم منه. أنتوا بتعرفوا أنه فينا نعيش أنه نأكل ونشرب ونعيش ونتصور انه الكون هيك بدون الله؟ فينا نعيش ملحدين ونضلنا نعيش، بس فيكم تعيشوا بلا انسان؟ لا، يعني بلا الله فيك تعيش، بس بلا انسان ما فيك تعيش. لأنه بتقول بلا الله فيك تعيش، إم الله صار إنسان حتى بلا الله ما فيك تعيش بوجود الإنسان. كمان هيك حتى الإنسان بيجنى. إذا هيدا الإنسان اللي ما فينا نتغاضى عنه، هيدا الإنسان هو اللي بدنا نوصل له الرسالة. هلا إذا الرسالة توصيلها مرتبط لقينا هالإنسان بتطير الرسالة، بركي سبب رأينا فيه مشكلة منيحة. إذا مرتبط بحبنا لإله طارت الرسالة. إذا مرتبط بالمود تبعنا تجاه الإنسان طارت الرسالة، لأنه ما بنشوف شو المود اليوم. إذا مرتبطة الرسالة وتوصيلها بتصرف الإنسان الآخر تجاهه طارت الرسالة، ليك الصعوبة كمان. المهم أن تصل الرسالة، والأهم أن تصل الرسالة كما كتبها الكاتب، مش نحن نزيد عليها وننقص، لأنه نصير نحن كاتبينها بس كتابة مزورة. الصلاة كما هي خام منا مشوهة بتشوهاتنا.
شنيك هجرت حرص شديد وانتباه شديد ويقظة روحية. الطقس الشرقي بيقول وقت المناول لتكون هذه المتناولين لنباهة النفس ويقظتها. يصير عندنا نباهة دايما روحية، لأنه مش بوين انه وقت تدير ظهرك بالقداس الالهي بس تخلص، بتدير ظهرك للكنيسه للاله اللي واجهته واتى اليك في القداس، نخلص القداس بتدير ظهرك له. وين بصير الاتي وراك؟ بتدير ظهرك له بس تطلع من القداس، بصير الاتي هو كل انسان بتشوف. اذا القداس ما بينتهي، القداس بيكمل، بيكون خبز وخمر، بصير جسد ودم، بعدين بصير انسان مثلك مثله، وبصير انسان معطوب قدامك، اما معطوب بخطاياه، اما معطوب بفكره، اما معطوب بفقره، اما معطوب بحاجاته، وانت الطبيب. بالقداس الالهي في حدا بيكسر الخبز وانت بتاكله، بس تطلع لبرا انت بدك تكسر خبز حتى غيرك ياكله. هذا الاهتمام بالاخر، والا الرساله لن تصل كما يجب، الرساله لن تصل كما يجب. واخيرا حتى ما تطلع فيه بالورد جميل، سأقرأ لكم توجيهات ختامية مش أنا كاتبها، بولس كاتبها، رح أوصلكم إياها عبر القراءة طالما متكل ومأمن إنه كلكم عندكم أذنين، رح أقرأها وأختم. ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم. سالموا بعضكم بعضا. نطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يدين أحد أحدا عن شر بشر، أو أن يجازي أحد عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللكل، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوءات، يعني أي كلمة بتفيد من عند الله. امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، مش عن كل شر. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفوسكم وجسدكم كاملة بلا لوم حتى مجيء ربنا يسوع المسيح. أمين. هو الذي يدعوكم الذي سيفعل أيضا. أيها الإخوة صلوا لأجلنا، سلموا على الإخوة جميعا بقبلة مقدسة.